نرجع بقى، نرجع خلاص بعد ما شفنا الايمج سنسور ثلاث انواع وحفظناهم، نرجع لحاجه بيسموها اللينس اللي هو العدسه الخاص. زي ما قلنا طبعا الحساس ده بيبقى له طول وعرض تمام وقطر اهو زي ما شايفين كده، سلايد واضحه، خدنا سلايد دي المره اللي فاتت. بيبقى اي حساس ليه طول تمام وعرض وقطر. يعني انا لو عندي حساس مثلا الجزء ده كده اهو 4، هيبقى الجزء ده سي مثلا 3، يبقى انا بقفل كده كاني ببقى مستطيل، والقطر الخاص بهذا المستطيل بيطلع 5. ده اللي بيتحقق في اول ايمج سنسور، واحنا قلنا النسبه دي تقريبا شبه ثابته في معظم المصنعين بتلتزم بيها، اللي هي نسبه ايه؟ بيسموها ايه 4 ل 3 دي؟ حد فاكر؟ النسبه 4 ل 3 دي بنسميها ايه؟ اسبكت ريشيو. حبيبي برافو عليك، بنسميها الاسبكت ريشيو. اسبكت ريشيو يعني نسبه الطول للعرض، وده مقدار بيبقى ثابت عشان الناس تبدا تحافظ على ابعاد صوره اللي هتطلع سواء كان من الكاميرا او من التلفزيون او من اي حاجه. خدنا حته مهمه جدا ان ممكن تطلع الصوره مقصوصه، في جزء منها حصل له كات، ايه السبب وايه الشرط اللي انت تحققه؟ هذا على حسب اختلاف طول الفوكال لينث. ممتاز. طب استنى بس استنى اصبر علي، يعني ايه فوكال لينث عشان انا مش فاهم؟ الفوكال لينث هي المسافه بين العدسه والحساس. أيوة. ممتاز برافو عليك يا باشمهندس. ممتاز، لازم تبقى حاطط في دماغك. ايوه الراجل ممتاز بارو المهندس ريان اللي كتب البعد البؤري الفوكال لينث. تمام، انا عايزك تبقى عارف الفوكال لينث من الحته دي اهو، شايف السلايد دي اهو، المسافه بين السنتر الخاص باللينث وساس صوره، هي دي اللي احنا بنسميها الفوكال لينث. طب انت المفروض دلوقتي من خلال السلايد اللي طرحت اخر حاجه امس، المفروض مين يبقى اكبر من مين؟ السنسور اكبر من من العدسه. من العدسه، برافو عليك. لازم يبقى حساس الصوره اللي هو بيسموه ايمج سنسور اكبر من العدسه. طب لو كان اصغر ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كات في الصوره اللي هتطلع عندي، هتبقى مقصوصه. المعلومه دي مهمه جدا، وانا شرحت الحته دي امس. ادي الاوبجكت عندي، وادي اللينس اللي هي العدسه، وادي الايمج سنسور. تمام، لازم يبقى الايمج سنسور اللي الحته اللي فوق دي اللي هي الكبيره اكبر من حجم العدسه، الا لو كان السنسور اقل من العدسه تمام هيطلع عندي كات في الصوره. زي ما احنا شايفين حرف البي هنا كده في حته منه متاكله فوق، يبقى انا لازم اخليه اكبر على اساس تطلع الصوره بالفريم كامل، وكمان ما يبقاش قده بالظبط، عشان برضو في حد سالني قده بالظبط، لان كده انا هاثر على الحواف بتاع الجسم، فلازم اختار الايمج سنسور اكبر من اللينس. وقلنا اللينس اصلا الناس بره ما بتتعاملش كلينس، هي بتتعامل في الاخير فهمها كانها فوكال لينس اللي هي ايه البعد البؤري. سؤال بقى، كل ما يكبر البعد البؤري المساحه اللي بيغطيها اصغر ولا اكبر؟ أصغر. لو انت عندك عدسه 12 مللي، تتوقع الاريا اللي هيغطيها دي او اللي هيصورها صغيره ولا كبيره بالنسبه للاربعه؟ زوم، هذا يسوي زوم. هو ده الزوم، برافو عليك، ده تقريبا هو الزومينج. تمام، يبقى الزومينج هو الفوكال لينس. الزومينج هو الفوكال لينس. تمام، يبقى مين اللي بيامن لي، مين اللي بيامن لي عمليه الزومينج؟ ان انا ابدا اعمل تغيير في حجم الصوره اللي هو البعد البؤري اللي هو بيسموه ايه الفوكال لينس. وكل ما يكون الرقم بتاع اللينس نفسه او الفوكال لينس كبير تمام، بيحصل ان انا بعمل كونسنتريشن، بتبقى الاريا نفسها اللي انا بشتغل عليها صغيره، والكلام ده كان واضح جدا من الصوره اللي قدام حضراتكم. هذه الصوره دي كان في عندي فوكال لينس 3 و4، فهو شايف مساحه كبيره، شايف السياره وكل اللي حواليها. كل ما كبر الفوكال لينس البعد البؤري، كان بعمل زومينج. يعني لو عايز اشوف الراجل دلوقتي في الصوره الاولانيه دي، عايز اشوف الراجل اللي راكب جوه السياره، مش هقدر اشوفه بالتفاصيل. انا من بعيد حاسس ان في حد موجود جوه السياره، بس انا مش شايف حد، عشان كده بعمل زومينج. اللي بيخليني بعمل زومينج، انا بلعب كده في البعد البؤري، يبقى انا لازم ابقى فاهم في الكاميرات. انا لو بعمل زومينج، انا كده بغير الفوكال لينس او البعد البؤري، بغير النسبه بين الايمج سنسور اللي هو حساس العدسه، ده هيبقى كونستانت، وبين اللينس. ولذلك انت بتشوف في كاميرات التصوير الراجل بيقعد يلف البكره دي لقدام لورا تمام مانيوالي، فده بيسموه تغيير الفوكال لينس. طبعا احنا في الموبايلات ما بنعملش مانيوال، بنعمل اوتوماتيكلي، فانت جايب بتعمل زومينج بايدك كده، تكبر تصغر تمام حسب ما انت بتعمل الشاشه التاتش بتاعتك، بتعمل الزومينج ده بحيث توصل لايه للدرجه اللي انت عايز تعملها من الزومينج. وده هنبدا نشوفه كمان دلوقتي مشروح معانا، ان في حاجات بتبقى ميكانيكالي تمام، وفي حاجات بتبقى اوتوماتيكلي او ديجيتالي تتعمل من خلال الكاميرا. تمام دكتور، الموفينج ديتكشن هذا برضه خاصيه في الكاميرات ولا لسه؟ هنقولها
برافو كلها يعني جهاز ثاني ديفايس ثاني. الموفينج ديتكشن ده انت بتحدد يكون اكويبت مع الكاميرا نفسها، بتحدد اريا معينه وهو بيعمل ديتكشن ليها. هنشوف دلوقتي زي حد بيعمل موفينج ديتكشن مثلا زي السواهر مثلا، حاجه بتتحرك بكونديشن معين، او واحد بيحط كاميرا على الباب لما يجي اي حد على الباب بتدي له الارم ان في حد موجود حتى لو لسه ما رنش جرس. نشوف الكلام ده بيسموها موفينج ديتكشن، هتيجي بايه قدام.